الأستاذ رفيق النشي رئيس هيئة مكافحة الفساد، وأرحب بكم جميعا. كما يسعدنا أن نلتقي هذا اليوم لتوقيع الاتفاقية ما بين مجلس القضاء الأعلى وهيئة مكافحة الفساد في شق إداري بحت يتعلق بمتابعة كافة الشؤون التي تحد من انتشار ظاهرة الفساد من جانب، وتثقيف العامة بهذا الشأن. وهذا منوط بكل الإدارات الفلسطينية. الآن احنا شكلنا بدورنا هيئة قضائية بشأن محكمة جرائم الفساد، وقام المجلس بدوره في متابعة أعمال هذه الهيئة، وإرادتها متروك لها في قرارها باعتبارها هيئة لها استقلالها التام عن الهيئة وعن مجلس القضاء فيما يتعلق بالشق القضائي. إحنا نثمن جهود الهيئة فيما وصلت من إنجازات على صعيد الواقع الفلسطيني، كما نثمن الدور الريادي لمحكمة جرائم الفساد، وآمل أن التعاون فيما بين الهيئات القضائية أن تعطي قضايا الفساد السرعة المتوجبة في الفصل، سواء من حيث محكمة الاستئناف أو من حيث محكمة النقض أيضا. وفي اعتقادي أن المجتمع الفلسطيني يتسم بالنقاء ويتسم بالفهم ولديه الوعي الكامل. نحرص جميعا على أن يتسع مفهوم الوعي الفلسطيني لكي يصار إلى حسن تطبيق القانون من جانب وسيادته من جانب آخر. ومن ثم فإن هذه القضايا هي قضايا تقع في متناول القضاء طيلة الوقت، والمحاكم تقوم بتطبيق القانون على المخالفين. لكن بذات الوقت أحذر أيضا أولئك الذين يتقدمون ببلاغات كاذبة أن يتم ملاحقتهم بذات الوقت حتى نمنع الفساد من الجانب الآخر. نحرص على تطبيق القانون لكلا الجانبين. ومن ثم مجلس القضاء يسعده أن يوقع هذه الاتفاقية هذا اليوم، ومن ثم سنلتزم بالبنود والموجبات الواقع على مجلس القضاء الأعلى، والله يوفقنا جميعا لما فيه مستقبل هذا البلد بإذن الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لوحة الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين، وكما قال الرئيس محمود عباس، أصبح اليوم عندنا دولة. ونحن قلنا ونقول، وفي ظل هذه الدولة أصبح الآن عندنا هيئة مكافحة فساد. ما كان لنا أن نكون أو أن نبني ما بنيناه إلا بتعاونكم، تعاون المنظومة القضائية وتعاون معالي الأستاذ أحمد، وبكم جميعا. ونحن نعتز بكم ونعتبر أنكم الشركاء الأصليون الحقيقيون الأولون لنا في عملنا من حيث الاختصاص والمتابعة. بقوله سموني أحمد فريد اليوم، مش فريد. أحمد محمد محمود، كلها حمد بحمد. أضفنا لوحة جديدة من الخيرات إلى الأسم. نحن نلتزم بالقانون التزاما كاملا، وما كان لنا أن نفعل غير ذلك. وإن أي خروج منا أو سكوت على من يخرج عن القانون هو لون واضح فاضح من أنواع الفساد. ومن هنا تأتي الشراكة الحقيقية معكم، معكم ومع كل المواطنين الشرفاء في هذا المجتمع، وكلهم شرفاء في الخندق الواحد أمام الفساد والفاسدين،
أمام الاحتلال الذي يعتبر وكما أكدناه في استراتيجية مكافحة الفساد الوطنية، الفساد الأول في مجتمعنا هو الاحتلال وما يترتب على هذا الاحتلال، ومن هنا يأتي دورنا جميعا ليس فقط بالالتزام بما هو قائم وإنما بتعديل ما يجب تعديله فيما هو قائم، تعديل قوانين، تعديل لوائح ونظم وغير ذلك، وهذه عملية مستمرة ولكن عندنا تحتاج إلى مزيد من الوقت. أشكر الأستاذ فريد ومحمد فريد وأحمد فريد على أنه مس أهم ما نحتاج إلى الإسراع به وهو قضية الوقت. إحنا نتصرف كمواطنين وليس كخبراء قانون، أنتم خبراؤنا في القانون، إحنا راسمين بالقانون الذي ساهمتم مساهمة فعالة بوضعه، يعني حطش القانون من عندنا ولا بجلسة بجلستين، استشرنا الجميع والكل حضر، بجوز في فكرة ما نفذتش طرحها فلان أو الجهة الفلانية ولكنه إنتاج للجميع. محكمة هيئة مكافحة الفساد التي نعتز بها ونثمن كل ما تقوم به تلتزم بأوقات زمنية معينة حددها القانون، فإذا ما صدرت أو رفعت القضية من عندها للاستئناف أو للنقض دخلنا في متاهة الأشهر وقد تكون استلمت، والأصل أننا نتحدث عن أيام، فأصبحنا الآن نحن ونشكو همنا إليكم لأنكم منا ونحن منكم، ليش بتتأخروا بالقضايا وبدؤوا فينا؟ ونحن كما تسمعون دائما ولا نحمل أحدا جميل زي ما يقولون، بنقول لا يوجد أي عقبة أمامنا، وحقيقة العقبات لا تذكر، لكن يا معالي الوزير نحن في أمس الحاجة إلى أن يبت هذا الموضوع. بعض القضايا إلها عدة شهور لا نستطيع أن نجيب ولا ينبغي أن ننتظر هذا الوقت. ما هو الإخراج القانوني؟ نحن واثقون بقدرتكم على حل هذا الإشكال ومؤكدين لكم على استعدادنا للتعاون معكم في هذا المجال حتى يكون عمل محكمة جرائم الفساد عمل طبيعي قانوني لا يأخذ الأشهر والسنوات، لأنه بتعرفوا بعض القضايا عندنا 18 سنة، بعض الإخوة القضاء لا في 20، يا أخي بكفي 18، إحنا موافقين كتير، إحنا نتحدث عن أيام وهذه ننتظرها منكم، ونغتنم هذه الفرصة لنعتز بالتعاون الذي شهدناه في المرحلة الماضية من الإخوة في المنظومة القضائية جميعها، ونؤكد لكم أننا ملتزمون بالقانون أمام أي كان، وأثبتنا لمجتمعنا ما فيش عندنا كبير وصغير أمام القانون، ونؤكد عهدنا لشعبنا أننا سنلاحق الفاسدين والمشبوهين في كل مكان بالقانون ولن نخرج عن القانون. أنا أحد الصحفيين بيسألني طب افرضوا قدمتوا هالملفات للمحكمة والمحكمة برأتهم شو موقفكم بكون؟ شو موقفنا؟ بنروح نهني بأنه طلع الرجال براء، شو موقفنا ونحن بيننا بينه ثأر نازين معارك؟ هذه فرصة طيبة تضاف إلى الطيبات التي شهدناها من إقامة الدولة وهذا المطر العظيم ولقائنا بكم وتوقيع هذه آلية العمل معكم التي نمارسها عمليا قبل أن نوقع عليها نظريا، وشكرا لكم. ربنا يوفق الجميع إن شاء الله، وأهلا وسهلا في عام الضيافين.